السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على القناة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بخير وعلى خير، في احسن الظروف وفي صحة جيدة. نهار جديد مع روتين جديد اختي. اليوم الخميس ان شاء الله غنشارك معكم هذه اليومية ديالي. اليوم في البرنامج ديال الاكل ديالي عندي تندير صفة اليوم الخميس، غنشارك معكم صفه ديال الناس ديال الشعب كيف ما كنقولوا. كنشارك معكم دائما الوصفات اللي بسيطه وسهله وفي متناول ديال الجميع على قد الجيب دائما، والحمد لله البساطه والقناعه والحمد لله. غندير معكم شويه ديال الصفه بالدجاج او الصفه المدفونه، وهانتوما معايا اللي درتها غنشاركها معكم اليوم ان شاء الله باذن الله. بسم الله على بركه الله. المهم غادي ناخذ ليا فانا عندي نص كيلو، هنا غير انا وهيبه وايوب، غندير نص كيلو الله يجعل البركه. المهم هذه راه الصفه ديال الكرام، شي حاجه اللي يعني ماركه مزيانه، هذه غير ديال العبار ماشي ديال الساشي. المهم راه كتجي زوينه. اول حاجه غندير ليها غندهنها بشويه ديال الزيت وغنديرها تفور، ومن بعد غنشارك معكم طريقتي كيفاش كنصب الدجاج. ها نتوما معايا خوتي. المهم درت البريمه درتها هكا باش تسخن، غندهن بشويه ديال الزيت بحال هكا وغنحاول نلبسها صافي، وغادي نديرها تفور. طريقه سهله بالنسبه للمبتدئات، اما بالنسبه للاخوات راه تبارك الله كلشي المغربيات كيعرفوا يصايبوا الصفه، وكاين حتى الرجال حتى هما كيصايبوها زوينه. صافي غادي نلبسها مزيان بهاد الزويته هذه صافي، وغادي نحطها تفور ان شاء الله. وها نتوما معايا خوتي، وكنبغي نشكركم على الدعم ديالكم المتواصل للقناه وعلى الكلام الطيب اللي كتقولوه في حقي. الله يكبر بيكم والله يحفظكم والله ييسر اموركم. هيا هذا الدجاج اللي صايبت معكم في الروتين ديال البارح، غادي ناخذ جوج ديال لي باكيط باش غادي نديرهم هكايا مع الصفه. طريفات غير ديال الصدر، هانتوما لي باكيط، راه ما تيقرا حتى حاجه، ما كطرى ليهم يعني كتشدوهم وتعاودوا تغسلوهم وتخدموا بهم مره اخرى. هنا كاين طريف ديال الصدر وكاين فخير. صافي الله يجعل البركه. هانتوما هذا هو القياس اللي درت، الله يجعل البركه. هنا خواتاتي خديت واحد الكاس صغير هكايا ديال الماء، شوفوا غندير فيه مكعب ديال الزعفران، بقى لي واحد شويه ديال الزعفران حتى هو غادي نزيدو. المهم اللي عنده زعفران شعره من الاحسن يديرو، كيعطي واحد اللذه زوينه، واللي ما عندوش يدير هذا ديال الضامه حتى هو راه تيقضي. المهم كنقضيو باللي كاين، هادشي اللي كاين اخوتي. صافي غادي ندير هادي ان شاء الله في الكسكاس باش تفور لي الفوره الاولى، وغادي نشارك معكم النصيب ديالي. صافي هنايا درتها هنايا في الكسكاس، غنحطها تفور الفوره الاولى. ضروري الفوره الاولى تعطيوها حقها الكامل، ديروها واحد 20 دقيقه باش كتفور مزيان، عاد باش كتنزلوها هكايا في القصريه وكتبردوها بشويه ديال الماء. المهم راه غنشارك معكم مراحل ماشي كلها بالتفصيل باش ما يجينيش الروتين طويل بزاف. واللي بغات فيديو هكا مفصل على طريقتي في الصفه غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، نخلي لكم الرابط ديالو، غير تكليكيو عليه غيدخلكم نيشان ان شاء الله الفيديو. المهم ها نتوما خوتي معايا. بالنسبه هنايا طريقتي هكايا في المريقه اللي كندير هكايا، اولا الدغينيره ولا حتى الدجاج اللي كندير هكايا مع الصفه. هذه هي الطريقه ديالي، كندير شويه ديال الملحه، الملحه بحسب الذوق. المهم ما تكثروش الملحه لانكم دايرين الضامه. ندير شويه ديال السكينجبير، نخرقوا معرق، شويه ديال البزار، ما تكثروش ما تجيكمش حاره، وراس معلقه ديال راس الحانوت. صافي هادو هما التوابل اللي كندير. ما كنديرش الزيت في الاول
حتى كيتقلى الدجاج مزيان، وحتى كنبغي نرمي البصله عاد باش كنزيد الزيت. درت كاس ديال الماء اللي درت فيه ضامه ديال الزعفران وشويه ديال الزعفران شعره كيفما كتشوفوها، هو اللي غيطيب فيه الدجاج في الاول، هو اللي غيتشحر فيه ويطيب فيه. ما كنديرش قزبر ومعنوس، الا كنتو كديروه هكايا ربطوه وديروه في الجنب حتى تحيدوه في الاخر. المهم انا غنحاول انني نهرس هاد الضامه لانها ما دابتش. صافي هاد شويه ديال الماء هو اللي غادي نقلي فيه هاد الدجاج، نخليه هكايا يتشرب واحد شويه، ومن بعد غادي نرمي عليه البصله. بالنسبه للبصله هانتوما، انا راه قطعت غير ربعه ديال البصلات، هانتوما ربعه ديال البصلات غادي نشنفهم، غادي نقطعهم هكا على الطول. صافي كتعجبني ديك البصله تجي دغيميره هكا، تجي شويه بصيله البصله تكون شويه كبيره. صافي هادشي اللي كاين، غنزيد واحد شويه ديال السمن هنايا. صافي غادي نرد هادي طيب، والصفاره هكا تفور، درتها في الفور الفوره الاولى. وهانتوما معايا بالنسبه للسمن، هانتوما راه درت غير كميه قليله، هانتوما شفتوها. صافي اخواتي هادشي اللي كاين، غادي نحط هادي طيب دابا، ومن بعد غادي نقطع البصله ونرميها عليها. بالنسبه للقرفه ما كنضيفها حتى الاخر، غندير دابا واحد الجعويدات ديال القرفه غنديرهم يطيبوا مع الدجاج. وبالنسبه للقرفه بودر ما غنديرها حتى الاخر ان شاء الله. بالنسبه للعويدات ديال القرفه هانتوما هي، غادي نزيدهم دابا على الطنجره. صافي انا نقيتها قطعتها، غادي نخليها ان شاء الله حتى يتشحر لي داك الدجاج وغادي نرميها عليه. وانتم معايا المهم الصفه ها هي كتفور، والدجاج هانتوما هي كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نضيف عليه البصله، وغادي نضيف عليه شويه ديال الزيت، وغادي نخليه كيطيب. حطيت هنا شويه ديال الزبيب، غادي نغسلو هكا مطراب ونخوي عليه شويه الماء ونخليه مرقد حتى نزيدو على الصفه. صافي هنايا حيدتها من الكسكاس، غادي ندير حيدت هذه الفوره الاولى، غادي ندير لها شويه ديال الماء. المهم سمحوا لي على الازعاج لان الماكينه ديال الصابون كتعصر دايره الصوت. صافي كنبقى نحمله بحال هكايا. المهم الطريقه راه ساهله وبسيطه، وكيف ما قلت لكم اللي بغى الفيديو بالتفصيل غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم الرابط ديالو ان شاء الله. وهنايا المشاهدين الاعزاز الاوفياء، انتم ما درت لها الفوره الثانيه، تبارك الله راه ما كتعجن ما والو، وعاود سقيتها بالماء وحليتها. شوفوا كيفاش كتجي رائعه. أنا كنصحكم دائما بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي بغات الصفه تاخذ الكرام، راها ما كتحشمش زوينه، سواء ديال العبار او لا البكيه. خديت هنايا شويه ديال اللوز، حمرته غير في ديك الاله ديال الفوشار. صافي غادي ندير به التزيين ان شاء الله باذن الله. ومشيت نجيب وليداتي من المدرسه، صافي ومع المدرسه حدا السوق لقيت مول اللبن، خديت من عنده جوج يطرو ديال اللبن. ها هي على قبل غدا ان شاء الله الجمعه باذن الله، لحيانا الله كنحتاجو هكايا مع الكسكسو. ولقيت مطيشه حتى هي جبتها معايا، غادي نوريها لكم. وجبت معايا شويه ديال الفلفله وشويه ديال القرعه الحمراء وشويه ديال الكورجيت. كيف ما كتشوفوا هنايا 5 كيلو ديال المطيشه، وخديتها ما طيباش بزاف باش هكا تبقى عندي انا في الثلاجه وطيب على خاطرها هنايا.
عاود زدت واحد الكميه ديال الفلفل الحمراء كثيره، وزدت واحد شي حبات ديال الفلفل الاخضر لان غنحتاجهم ان شاء الله. غادي نقطعهم باش نديرهم هكايا في الحشوات ونديرهم حتى في البيتزا، وكنحتاجها في التكتوكه. المهم الصهد دابا بدا تيدخل، وغنحاولوا اننا نديروا غير شي حاجه اللي تكون هكا خفيفه. الوليدات كتقهرهم المرقه وكيقهرهم الطاجين، فكتبغي تبدلي ليهم. جبت معايا الفلفله، جبت شويه ديال القرعه الحمراء هكايا باش غادي نديرها ان شاء الله الا بقينا بالحياه غدا في الكسكسو. وجبت واحد الكيلو ديال الكورجات. المهم كيف ما تيقولوا حجه وزياره، مشيت للمدرسه وجبت معايا داكشي اللي خصني. دابا غادي ان شاء الله باذن الله نحط الغدا. البنات هاد السكر كلاصي زوين بزاف والثمن ديالو رخيص، وإلا درتو هكا في الحلوه تيلصق عليها بحال سبيسيال، زوين بزاف وحتى الثمن ديالو راه مناسب. كاين في بيم، كاين عند، كاين في كازيون، كاين في المحلات الكبرى، كاين واقيلا حتى في الهريات. المهم انا كناخذو من بيم. وهنا الاخوات الصفه ديالي من بعد ما وجدات هانتومايا، راه كنت زدت واحد شويه ديال الزبيب درتو في هذيك التفويره الاخرى. صافي دابا غادي ان شاء الله نحط الغديوه ديالي انا ووليداتي. شي حاجه اللي بسيطه، تزيين على قد الحال. مهم ماشي صفه بريستيج، راه غير صفه ديال الغدا ديالي انا ووليداتي. شاركت معكم اليومي ديالي بالبساطه ديالها. خديت هنا المول ديال الكيك ودرت تفريشه ديال الصفه، ودرت هنايا هذاك الشيء ديال الدجاج الدغميره. صافي وغادي نبدا ندير هكايا عاوتاني شويه ديال الصفه. المهم الطريقه راها بسيطه، وكيف ما قلت لكم شي حاجه اللي عاديه ديال يوميا، يعني غدا بسيط. الا كان عندكم الناس راه بطبيعه الحال غادي ديروا شي حاجه اللي تكون هكا بتحميره الوجه، وتكون هكايا بريستيج، وتكون زوينه ومقاده، وديروا شي حطه هماويه. دابا غير غدايا انا وليداتي راه شاركته معكم بالبساطه ديالو. مهم غير كنقول لكم دائما ان شي حاجه بسيطه ديريها للوليدات كيفرحوا بها. صافي هنايا قلبت هذاك المول، قلبته درته هنا في الطبيسيل، ودرت شويه ديال السكر كلاصي في ديك الحفره اللي كتبقى. وتزيين راه عادي كما كنا كنديروا دائما في الصغر ديالنا، كيديروا لنا القرفه والسكر. هذه احسن تزيين انا بالنسبه ليا، شي حاجه ديال الطفوله اللي كتبقى لينا هكا عالقه في الدين ديالنا. انا في الصراحه كتعجبني هكا على هذيك البريستيج، واخا كنلقى بريستيج عند الناس وهكا ما كتعجبنيش، كتعجبني غير عاديه بالقرفه والسكر. صافي شويه ديال اللوز اللي قلت لكم راه انا غير هرمشته شويه وزينت به، وهذا هو الطبق ديالنا. نتمنى انكم تشاهدوه لي الفيديو حتى الاخير، وتديروا لي لايك الله يجازيكم بخير، وتبارطاجيو مع احبابكم ومع اصحابكم، وهذا الشيء راه فضلا منكم وليس امرا. الله يجازيكم بخير والله يحفظكم، بالصحه غداكم وحتى حنا بالصحه غدانا، ونتلاقاكم من بعد. البنات رجعت معكم من جديد، غنشارك معكم واحد الوصفه اللي كتنفعني هكايا في فقر الدم، كتحيد السخفه ومزيانه حتى الاخوات المرضعات، البنات اللي عندهم فقر الدم اللي هكا كيحسوا بديك السخفه وكيحسوا بواحد العياء دائم. عندي هنايا هذه الشريحه مفوره بزيت الزيتون والزنجان. في الصراحه خواتاتي والله ما تندير الاشهار، ولكن جربتها، كان جابها لي الاخ ديالي من الصحراء وجربتها ولقيت عليها الراحه التامه. ما نقولش لكم زوينه بزاف، شي حاجه اللي طبيعيه. مهم انا كناخذ منها هي، وكناخذ سبيرولين هي. هاد الفيديو هذا درتو للاخوات اللي كيسولوني، خصوصا البنات اللي قرابين مني بزاف وتيهضروا معايا. ها نتوما هاد لاسبيرولين، هذا راه غير مكمل غذائي ضد الهشاشه والسمنه وزوين بزاف. مهم الا خديتوه غادي تلقاوه هنايا راه مكتوب فيه لاش شي صلاح. مهم الناس اللي عندهم الهشاشه ديال العظام والام الركب والمفاصل والنحافه الانيميا مرحله النقاهه، اللي عندهم الشهيه المفرطه والكوليسترول والدهون الثلاثيه اللي هي التريغليسيريد، الدهون الثلاثيه هذا راه كناخذو انايا دائما كناخذو. ها نتوما كيفاش داير، ها نتوما الحبات ديالو. كيف ما قلت لكم راه ما كندير لا اشهار لا والو، ولكن لقيت عليه الراحه ديالي وقلت ما غاديش نبخل به على البنات صحاباتي وحباباتي. المهم هادي ها نتوما التاريخ ديالها 30/12/2025، دائما كنستعملها. ها نتوما الشكل ديالها،
المهم انا فاش كنفتحهم بحال هكايا راه كنحطهم في المجمد باش ما كيخسروا ما والو، كتبقيهم بحال هكايا شويه بحال شكل تسلو. راه الشريحه مفوره ومعها الجنجلان وزوينه خواتاتي والله العظيم الا كتنفعني. صافي انايا قلت غادي نشاركها معكم اليوم. كناخذ واحد الكميه بحال هكايا المهم حنا راه كثرت حيت غادي ندير ليا وغندير حتى لبنتي. غادي نقسم هذه غنخليها هي حتى تجي من المدرسه ديالها وعاد باش غادي نعطيها ديالها. غادي نغسل هاد الحبات ديال التمر وغادي نقطعهم ونضيفهم على هنايا وغنزيد شي شويه ديال الكركاع اللي عندكم. الا ما كانش بلاش راه هادي راه كافيه. المهم انا غير كنبغيها شويه هكا باش نتقوت بها، كنزيد فيها شويه ديال التمر وشويه ديال الكركاع. التمر ها هو قطعته والحبات ديال الكركاع المهم داكشي اللي عندكم وصافي ديرو القياس اللي بغيتو. كيف ما وعدتكم غادي نبقى نشارك معكم اي حاجه كنديرها في اليوميه ديالي وصافي. ها نتومايا راها زوينه كتعطي واحد الطاقه سبحان الله. ممكن انكم تزيدوا معها حتى الزبيب. مهم بالنسبه للياغورت ديروا الياغورت اللي بغيتو، تقدروا ديروه مسوس ديروا اي نوعيه بغيتو. هانتوما الشكل ديالها، نحاول نوصلها لكم الكاميرا باش تشوفوا. هذه خوتي راها مقويه كيف ما قلت لكم، تعطيوها الوليدات صغار النساء الحوامل الناس اللي عندهم هكا فقر الدم. وهذه الكميه راه تبارك الله راه كتدي ليا واحد المده وما قلتها لكم حتى جربتها، يعني ما كندير لا اشهار لا والو، ولكن بالنسبه الاخوات اللي كاينين في زاكورا ورزازات وكاينين هذوك الجمعيات حداهم، اولا لقيتوها هكا في الاسواق ولا في شي جمعيات خذوها على حسابي، زوينه بزاف بزاف كتعطي واحد الطاقه وهكايا تنفع الناس اللي عندهم فقر الدم واللي كيحسوا بالسخفه. راها زوينه ما غاديش تندموا عليها وحتى الثمن ديالها راه مناسب. يلاه غادي نخليكم دابا الفيديو ديالي كيتسالى هنايا، ما تنساوش انكم تجربوا هذه الوصفه. وها نتومايا كيف ما قلت لكم راه زوينه بزاف، تعطيوها الوليدات صغار النساء حوامل المرضعات الناس كبار في السن، المهم غير ما يكونش عندهم مرض السكري هكايا. وراها كتنفع بزاف. وكيف ما وعدتكم دائما انني كنشارك معكم اي حاجه، غنبقى نشارك معكم الوصفات الطبيعيه اللي كنستعمل يوميا في البيت ديالي مع وليداتي، وغنشارك معكم اي حاجه. وانتم دعموني باللايكات ديالكم وبارطاج مع احبابكم مع صحابكم، ما تنساونيش من التعاليق الزوينه المحفزه ديالكم. وكنقول لكم ما سخيتش بكم كيف العاده، ما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.